أنا هنا أجلي صحون العشاء وأتذمر وهي تقبع في زنزانتها وحيدة مع الظلام والصراصير. لقد طالبت بأن يسمح للنساء بقيادة السيارة في بلدها. اسمها لوجين الهذلول. أنا هنا أشكو الملل والرتابة وهي هناك خلف ماكينة الخياطة تقضي خلفها 9 ساعات كل يوم. إجازتها السنوية 11 يوما. تنفق منها 2 يوما على طرقات السفر و9 أيام مع طفلتها في القرية النائية. امرأة تخيط الملابس في معمل في بنغلاديش. أنا هنا أشكو التخمة والكسل وهي هناك تمشي كل يوم 10 كيلومترات لتجلب الماء إلى بيتها. امرأة تعيش في إحدى قرى تونس. أنا هنا أفكر بشراء شيء ما لا أحتاجه بالضرورة لكني فقط أناور الفراغ وهي هناك تجلس على الرصيف في بيروت تمد يدها للسيارات العابرة بأكياس المناديل الورقية علها تكسب قوت يومها. امرأة سورية لاجئة في لبنان. أنا هنا أصرخ في وجه طفلتي وأقول لها بأني نادمة على إنجاب الأطفال وهي هناك تتحين 10 دقائق من غفلة مخدوميها كي تهاتف طفلها. امرأة من الفلبين تعمل خادمة ومربية أطفال في الخليج. أنا هنا يعصر الشوق قلبي كالبرتقال وهي هناك تتلهى عن شوقها وعن خط الهاتف المقطوع منذ شهر بأشغالها الكثيرة. إنها أمي. كثر هن أشعرهن تحت جلدي. قبائل من النساء يعشن في وكأن المكان وهم وكأن الزمان وهم.